نائب من الفريق الحركي. تفضل سيد النائب. سيد النائب تفضل. شكرا سيد الرئيس، بدورنا نسجل بإيجابية لأن الكل يتفق على أننا في مرحلة تنزيل مقتضيات الدستور، والدستور جاء بمجموعة من الحقوق والحريات وكذلك مجموعة من الضمانات القضائية. الكل يسجل بإيجابية تفعيل أدوار النيابة العامة في تحريك المتابعات المتعلقة بالفساد، ولكن دائما يجب أن يكون في إطار المقتضيات الواردة في الباب السابع من الدستور، وكذلك بالضرورة في إطار المادة 111 من الدستور التي تتعلق أو تلزم قضاة النيابة العامة بتطبيق القانون. إذا نحن نسجل بإيجابية ولكن في ظل ضمانات قانونية وضمانات قضائية، وكذلك في إطار إلزام قضاة النيابة العامة بالتطبيق الصحيح للقانون. وشكرا سيد الرئيس.